الطواقي الاخيره يا اشداد. يلا اختاروا، عندك يا علي اللبدان 11 وباقي لك اخر 11. يلا سؤال 11. تحدي 11 حيكون سؤال تاريخ. تحديته مين؟ يلا علي تحديته من؟ اعطوني ذا اللي شارب من الهواء. يلا البيرق. السؤال يقول على الشاشه، هو سؤال 11. ما اسم اكبر قلعه تراثيه في السعوديه؟ قلعة القشلة، قلعة مارد، قلعة شنقل. شنقل وفت ربع قلعة شنقل. ليش جاوب؟ ها؟ هو يقول أكبر قضية، بس أنا أقولها على المعلومية. عطني الإجابة، عطني الإجابة. دي أكبر، بس أنا ما علمت، أنا أقول دي فت ربع شنقل. لا لا جاوب شنقل. عطني الإجابة علي. أنا أختار. إي وش هي؟ يلا سريع. القشلة، قلعة مارد، قلعة شنقل. شنقل حق الجد. يلا الوقت. يلا قلعة القشلة، قلعة مارد، قلعة شنقل. يلا يا علي. قشلة. القشلة الإجابة. خلنا نشوف. أحس قلبي يقول القشلة. كانت إجابة علي اللبدان. أنت وديني وديني شلون تجاوب؟ أنا عدلت لك الاسم وقلت فت ربع الموقع. إي بس تقول شنقل وفت ربع. طيب ما لها دخل بالكبر. انا ما قلت ان مساحتها كذا. لا انا ما قلت لك الجواب صح ولا غلط. ما قلت لك المعلومات. ما قلت لك المعلومات. انت مبسوط انها في تربه؟ لا هذا معلم تراثي بعلم. ايه بقول في تربه. طيب ايش رايك انت الاجابه وش صح ولا خطا؟ الظاهر القشره اكبر. يا المارد يا القشره. هل القشري؟ يلا الاجابه لعلي الابدان حتكون ما نبغي هذه تكون صحيح. بعدين الف مبروك يا فريق اشداد. 500 لا انا اقلب الكنترول. فريق اشداد يلا. طبعا كلها ترى مبرمج يعني ما نحط شيء. يلا القيمة حتكون لفريق اشداد 1000 ريال. لا راشد مشخصنها. راشد لا راشد ما له دخل. ترى كله مبرمج والله كله مبرمج يعني ما نقدر نحط القيمة. اخر سؤال طقم او طقوش طقم طقية رقم 12 حتكون. خلونا نشوف الطقية رقم 12.